انزلك هنا؟ لا ما يحتاج. بالله يا طالب ابغى اتمشى يا اخي، الجو عاجبني. ما تنزل يا مسلم. يلا يلا تفضل 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 ونرجع. ترقص صايف علي؟ خلني ارقص عادي. ابى ارقص طيب برقص. ارقص انا ماشي. طيب خلني ارقص. خلني فكر يلا خلني انزل. انا عارف. فكر يلا. بتعاون معاك. يلا يلا ميرو. اي. خذ راسك خذ راسك. يا اخي اطرق رجال بالدنيا. اي. هلا يا مرجان. اضحك يا مرجان. يا شباب ما يسجلني غيري. يلا تفضل. يلا بسرعة يا شباب، احنا محكومين يا اخوان. بالعافية. يلا يا شباب. ايش فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا رب انك تيسر الامور. خلص محكوميتها انا بزوره. ايه بعد ما يطلع وزور. ادخل ادخل لو سمحت. ادخل ادخل ترى ما عندنا في دوران. والله العظيم اني احبه. والله اني يلا ودعناك الله، انا وصلتهم لك وبروح. ترى انا اليوم كنت امزح وكنت عارف عارف انك فايز. والله ومناسبة هذا الفوز اضربنا. يلا ادخل بطرك. يلا اسمع بس والله شكلك بتغير يا اخي مختلف. مرحبا. مرحب. مرحبا يا اخي. سبحان الله. السجن. سكر الباب ذا. مصنع الرجال ما شاء الله يا اخي، ما يجيب الا الناس الاقوياء. الله يسلمك اوسكار يا اخي. هنا على طول طلعت اللعبه. لا اله الا الله. الا واحده اتوقع. ما شاء الله عليك. عرفت شلون؟ نبي يعني في لعبتين. والله؟ ايه هذه ما في لو تنتهي واحده. شوف شوف ابو تركي قاعد يكسر السرير في السجن. والله كيف الحال؟ كيف مرحبا انا انت مرجان. ان شاء الله طيبين. ترحيبتن ما تليق. مشتاقين لك والله مرجان. يلا مقرن عطنا مالك. عطنا كتف اعراضك. ايه ايه ايه. ولما تفيأنا ولما تفيأنا مطبخا طيب كنا طيب على شفا حفرة كنا على غفلة وفزنا فجأة. الله 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 الله. كنا كنا نختار في القرعة لا نعلم ما فيها وفجأة ظهر لنا اسم غريب اسم غريب ولكننا فزنا. صلعتي اصلا من يوم جبت سويت ابداع ما شاء الله عليك. صلعتي كل الابداع كل الابداع فيها. الله. ولما حلقها المعادي ولما حلقها المعادي وأيقنت أن الشعر كله ذاهب قلت في نفسي قلت في نفسي الله إني طالبك تالي الليل همالي. ليه؟ ليه؟
مرجان والله مع السيناريو داكس مرجان وجد النهايه والله ما جدي مرجان وجد النهايه والله خليك كذا اقرا دائما خليك اقرا والله تبدع مرجان ايه مرجان احمد مرجان خليك دائما اقرا مرجان احمد مرجان حد عايز عيد كوب المجان عيد كوب المجان تدري شو ودي مرجان وش ودي امسك خط لا يقل عن 800 كيلو ايوه معلك في الصندوق لا 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 وذا جنبي وذا جنبي انا يا الحاضر يا سلام وعلى رنج جديد والله بشرب فوج 17 يا والله سلام وعبد الله يتعلم معه اوسكار والحين تدري انه وش ودي مرجان معك اوسكار ما حد قد دق كذا بوم 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 لين شوف لين تصير زي المسواه لو سمحت انا دائما شوف دائما دموع اقول لك مرجان تدري انا وش ودي انا عارف وش ودك انا ودي العب مباراه التايمر التايمر الحين نبدا بدا التايمر بيبدا الحين نزل لي سته يلا انا ودي العب مباراه وتصير انت الحارس اللي ضد الفريق اللي يلعب ضده فهمت وصلت الفكره بس لا ما عطني 9 طيب عشان طرافتك هذه الحلوه الجميله عطني 9 يلا اوه هذه غلط يلا خالد شوف خالد ما شاء الله عليه كان نايم نومه طويل مين احمد مرقين ما شاء الله نومه ثقيل اليوم احنا كان في 64 ترى اتكلم انا لا الف العصا هذه طب لا تجي انا بس افتح لك مشروع والله صدق بعد بجيك بس بعد البرنامج يا عندي بس ملاحظة بسيطة لخالد سمي يا قلبي العب بس انا بعطيك المهم خالد نومه طويل ما شاء الله عليه حلو اليوم احنا في 64 حلم ذا ولا ايش؟ انا مات نومه طويل اول واحد يقوم واقل واحد ينام اي بس ما شاء الله عليك لا 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 كلام مرجان صح يا ما في اليوم ذي الثلاث ايام ذي شغال مبادرات ما شاء الله عليه ايه اليوم ما شاء الله عندنا سم ستة هي اليوم العالمي للتطوع خلينا نسمع منه كلمة عند اليوم طيب شو اسمه كم تبع انت يا الربع يا صديق حكم خلاص صديق راقبه اي راقبه مو على السياره وبجي راقبه يلا راقبه 6 7 وش بتسوي في السياره ها يلا يا ويلك ان طيحتها اسمع انا بتفاجئ زين اعتبروه سجل خلاص معتبرينه بس انا ابغى اتفاجئ بعد شوي خلاص يا الحبيب 9 تعال باقي هو يقول 9 باقي انا الحكم كمل لين نجيب اكثر عدد ممكن نجيب الاكثر ايه ولا وش يلا كمل مرقين احمد مرقين ثنتين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع هو طالب مني ست وانا جبت له تسع لا هو طلب ست ايوه نبغى ست والله استقعاد ست يا مرجان فهمتوا لا والله طالب تسع هو لا والله طالب تسع الله انك ترد اهلي يا مرجان يدي يا مرجان وكم الساعه ذا الحين تدرون الحين يا الربع انا حجت لا ابو مني لا يبقى انا حكم اللي يسولف عليك يلا جيب لي تسعة تسعة اي امتي الخير في الربع تعالنا وش انت جايب والله ما تجيب هسافر اداي ست وش تبي انت رحت تقول بجيب شيء من السياره بجي انا بعد راح اصلح المايك لجمع تجربة سيئة على مستوى الإعلاميين حتى ممتاز والله يا مرجان جاب تسع هذه في ذمتك والله أنا جاب تسع ترى انت تتحاسب عليها انا والله اسمع ترى مصوره والعداد متابع والله سعيد لا تقدر بالعيد والله والله كذا تعال ده بس تبي الصدق محزم المليان مرجان ما خلاص تبقى الله انا يا حبيبي عندي والله انا اقول لك لماذا بوه لا مرجان وش اسم الولد يا مرجان علي ان شاء الله علي يا ابو علي اطلع يا ابو علي انا اشوف علي هنا المهم شغله اقول لك لماذا اقول لك اعتبر مرجان دقيقه اعتبر مرجان اعتبر مرجان خالد الشيباني انا جبت 9 وقول لهم يعطوني الرصيد وعندي والله شغل وزي كذا هذا الاسبوع هذا مني 9 وعطيته 9 هذا الاسبوع ذا منبثق اي والله يلا والله منبثق والله منبثق لكن والله قاطع قوس هذا 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 ابو ثور احمد مرجان ايوه هو اللي علمك نيرو هو اللي علمك اني قاطع الدجاج باقي 6 دقائق نيرو هو الحق عمرك اه هو ايه عارفك اذا صرت منفس يا ولد هذه يجيني في
اي مسوين الفاهم والله ما انا فاهم لكن شوف مرجان دائما كذا معودنا على الضحك معودنا على الولاسه معودنا على الذبات معودنا على كل شيء الان اوفر لا في حاجه جديده الحين الان صفر جدا ما في ده اليوم كم البورصه طب اسمع اسمع اليوم 400 واتوقع سجن ايه الواحد 480 يعني طب المتطوعين الحركات دي عندك كلام جيد انا بصراحه اليوم خالد يقولون عندك مبادره اليوم العالمي اليوم العالمي للتطوع إيه؟ ومن هالسجن ومن هالمكان ودي تكلمنا عن اليوم ومن مقابل وجه مرجان ايش رايك شاعر جديد انا اليوم عشان إيه؟ اليوم انا اقول انه بس ترى باقي خمس دقائق اقول انه اليوم بخلص باقي انا بعد الاولى واحده اسالك بالله لا يا شيخ اقسم بالله الحسبه واحده من امبارح مسوي لي اول مره يدخل السجن شوف يقول لك مسوي انا ما اعرف شيء انا الولد البريء محسن ما يجي محسن ما يجي الا مع اسكر ولا يجي لي مع طيح على الازرق ولا شغل قريه اللهم لا حسد اللهم لا حسد اقول لك كيف 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 الفكره البطريق لا يطيح اللي هو مقرب الزرق اي زرق فيها كلها اسمع اسمع ايش يقول لك مرجان مرجان تعال اقول لك ايش يقول قلنا لا نطيح قلنا يقول اي حلو اسمع حلو بعدها محسن يا محسن الازرق ده لو سمحت حبيب قلبي محسن كلها ازرق ذي اي انت لون الازرق ولا تسع اطرح تسع منها اي الازرق يا ابو الشباب محسن الغريب كلم محسن بعد اقول لبيه ولد وقف 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 اسمع ان طيحتني عني انا الازرق اي طيحتني يا ويلك على خشمي على هالشيخ خالد كلمني عن المبادره اليوم يا طويل السلام على خفيف اروح راقبه اي راقبه ايش اخي زين ايوه ايش كنا نقول نقول من هالسجن ومقابل وجه مرجان يعني لا لا عطنا والله نسيت انا بس تو جبت قصيده وجهي كويس ما عليك اقول لك اليوم هو اليوم العالمي للتطوع الله يعطيك العافيه انت كنت في غيبوبه اليومين ذي ما شاء الله عليك شايفك لا وين غيبوبه الله يستر عليك ولا قاعد تحضر من خم من بدايه لين 64 يوم ما شاء الله عليك الخيل الاصيله ما تلحق الا تالي نعم نعم وش اسمه هو اللسان يعني والله ترى انا بقول لك الكلام هذا اللي اسمع اللاعب اللي حطوه في الملعب على طول يسجل جول لا شوي شوي ومباصة ويرفع ويرفع ركنية وفاول بعدين يجيب هدف عرفت يعني هي الوضع 500 وكم وش اللي 500 لا 450 يعني كل واحد 225 ايوه 225 ايوه اسلم فاقول لك يا طويل السلامة ف وش كنا نقول احنا نقول اليوم العالمي للتطوع في اليوم العالمي للتطوع لا قلت اول شيء النادي اللاعب ما ادري ايش قلنا اللاعب اذا حطيته في الملعب ما يسجل على طول جول طبعا ايش او شيء يباصي يناول خويه يرفع ركنيه فاول دقيقه 50 60 يسجل عرفت والهدف اللي له لذه اذا جاك الهدف في الدقيقه 80 90 في اخر مباراه يا سلام لحظه ان هدف يكون جاء بعد تعب يا سلام عرفت شلون فانا يوم دخلت القريه هذه ترى ما جيتك يعني عندي كل شيء جيت اتعلم وبعدين اقدم واطب شوف انا اشوف ان شهرين يا رب لك الحمد استفدت وتعلمت اشياء كثيره فالان جاء وقت العطاء وجاء وقت التقديم عشان الناس تتعلم وتستفيد طيحنا سبع ساعات ما قدرنا اللي انا تعلمته قبل البرنامج ولا البرنامج طيح الباقي انتهينا من الموضوع هذا الان نتكلم عن اليوم العالمي للتطوع اليوم ترى في البدايه في البدايه تحس اني انا اقتنعت من كلامك ولا ما اقتنعت لا حسيت مقتنع لان انا اقتنعت في النهايه نهايه الجملتين يا عيني في البدايه ما اقتنعت كم احنا نطيح تسعة طب احنا كنا كم تحت مقرن شوف تزودها معي وتوسخها معي بزودك طب شلون اصلا كل واحد يلا خلينا نقول كلمات ها مضبوط ايه والله ايه زيد اذا مضبوط زيد 11 ايه خف فاقول لك هو اليوم ان شاء الله اليوم العالمي للتطوع في كل انحاء العالم هذا اليوم العالمي هو اللي اقرته الامم المتحده سنه 1985 تقريبا صحت المعلومه في هاليوم ليش احنا نتكلم عن العمل التطوعي وليش نقدم مبادرات عشان نعزز ثقافه العمل التطوعي في المجتمع وعشان الناس تكون عندها غريزه التطوع وتحب التطوع لان المجتمع ولان الوطن وكل شيء ينهض بالتطوع ونرتقي بالتطوع هذه الكلمه باختصار اللي انا بقولها لك تمام اذا جينا وسولف خذ راحتك لا انا خلاص تقريبا على وشك اني انتهي فما ودي استرسل واقول كلام كثير لانه اليوم ان شاء الله ما تبغى تحرق لا اليوم عندنا مبادره يعني انا حرقت الفيلم لا لبى قلبك لا الفيلم احنا نبغى المفاجات نبغى الحظ هذا العنوان هذا اللي اعطيتك اياه هو عباره عن العنوان احنا نحب المفاجات هذا دائما مره اعطانا اشياء حصريه وكثر الله خير هذه حصريه المرجان احمد مرجان ويبدا يطيح الزرق كيف رجع البيض عادي ليش
على كيفك انت لا لا على البيض على كيفك لا استاذنك تستاذنني المدير لا افصل عليك لا حرام عليك تراينا حبايب دقيقه لين الان اخذت موضوع نزل 11 طيح 11 لا يا رب بالله طالب خشمك عشان اليوم العالمي التطوع خلاه بس 8 والله عشان طالب الخشم اللي اليوم العالمي واليوم العالمي يوم غالي علي يا رب قلب خلاص المسلمين والجميع خلاص يا رب خلاص خلص ويلا استر عليك يلا يا بيضلوجك يا رسول لمرجان أنا بأستاذ أنا أرفع الكاب تحية واحترام لك ولأخلاقك العالية ولتضامنك مع اليوم العالمي التطوع وتقديرك لهذا اليوم يا بحسن هذا واجب علي واجب علي غصبا عني أنا من أبناء اليوم العالمي وهذا حقا علي على أخواني والله يستر عليكم 50 ثانية ترى ترى العمل اللي سواه هذا يعتبر عمل تطوع والله أحب أترك تطوع وخلي لعبة بسيطة عليه الله يعطيكم شكرا العالم. لك شكرا وجعل كل الايام تطوع شرفت بخدمتك يا مرجان سامي وين البطريق البطريق طيب موجود عندك اي اهم شيء هو حبيبي اراك على خير يا مرجان الله يستر عليك والله يوفقك واحفظك اليوم العالمي ولا كان والله بالله بيكون يوم جميل في السجن زين ان شاء الله اني ما جيت عندك اليوم لكم من امس لا ان شاء الله ان ما عاد نشوفك ما نبي الا فرقاك احنا كيف الاوسكار معك لا بشرك زي اللعب والله كان ودي حلله في السجن بس حظك باليوم العالمي حظك باليوم العالمي والله ما يطاع قلبك عارف والله هذا اليوم العالمي لازم كلنا نضامن والله يطاوعني ذا في اوسكار صدق اي اتلذذ يا اخي ما كنت خبرك كذا قاسي لا قاسي قصتك الايام ولا انت انت بقاسي يا مرجان اي اي وفقك يا قلبي الله يسعدكم بالتوفيق محسن متى المبادرة خالد متى المبادرة متى العشاء ان شاء الله بعد العشاء ايه لو ادري كان خليتك لان لا الحين ما بروح بكتب ما جهزت شيء والله طيب يلا ما جهزت شيء ولا ريال